بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير أيها الحفل الكريم. أيها المتابعين الأعزاء، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات، شوط يليه الآخر ضمن هذه الفعاليات وضمن هذه الانطلاقات في هذا المهرجان الختامي وهذا المهرجان الكبير، أقل المهرجانات، مهرجان أمير البلاد المفدى. إذن على بركة الله أبدأ وإياكم أسير وأبدأ بعد المراكز مع انطلاقة هذا الشوط، شوطنا الثامن للقعدان الإجذاع. المسافة هي 6 كيلومترات. أبدأ مع المركز الأول مع القيادة، قيادة شعار العطية، سراب لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية. ينطلق مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، باحثا عن الفوز، باحثا عن الانتصار وعن الناموس. هذا هو شعار العطية مع المركز الأول. المركز الثاني وصل شهاب فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. المركز الثالث في هذه اللحظات، وصل وتقدم في هذه اللحظات، راهي مع شعار المريخي راشد بن مطر بن سعيد المريخي. والمركز الرابع، الرابع في هذه اللحظات، جميل لسعيد بن محمد بن حمد بن طفله. المركز الخامس وخامس الشعارات، الوصول والقدوم، من تقدم في هذه اللحظات؟ لم يتضح لنا الرقم حتى هذه اللحظات. يا سلام، الوصول، وصل مشكور مشكور مشكور، حمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي يتقدم في هذه اللحظات، يصل في هذه اللحظات مع مشكور. وندائنا الأول أتممناه على حضراتكم، وأعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول، إلى سراب، إلى سراب، إلى سراب، وانطلاقة سراب واندفاعة سراب. من يقود هذا الجموع؟ قيادة تامة بشعار العطية، خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على المركز الأول وعلى الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر، يا سلام، الوصول والقدوم في هذه اللحظات، الله الله. المركز الثاني لم يتضح لنا الرقم حتى هذه اللحظات. المركز الثالث، الوصول والقدوم من شهاب فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة بن نايفة، والوصول في هذه اللحظات من راهي راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي. ولكن أعود إلى الصدارة وإلى جميل، جميل بن طفلة، بن طفلة مع المركز الأول، سعيد بن محمد بن حمد بن طفلة المري على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. والمركز الثاني سراب، خليفة بن عبد الله العطية، يا سلام. ولكن بن طفلة على الصدارة على المركز الأول، يبحث عن الفوز وعن الانتصار. هذا هو شعارك يا بن طفلة، يقدم لنا جميل 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 على الصدارة وعلى المركز الأول. ولكن ولكن راهي 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 راهي، والمركز الثالث سراب، ثلاثية كبيرة، ثلاثية خطيرة، ثلاثية مثيرة، لا والله إلا رباعية. الله يا شهاب، شهاب فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة بن نايفة، ووصلت الأسماء
وصلت الشعارات في هذه اللحظات الوصول والقدوم. أول نداء لغيار منصور بن محمد بن سالم بن كردوس العامري، والوصول في هذه اللحظات هملول مانع بن علي بن محمد بن حمد الشامسي، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى سراب، إلى سراب من عاد مرة أخرى إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. الله يا سراب، شعار العطية، خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، ولكن راهي 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 غير الأمور، راهي انطلق راهي مع المركز الأول. الله يا راهي الله، بشعار المراخي المراخي الشامسي الشامسي، بدأ يقترب رويدا رويدا مع المركز الثالث إلى الثاني، وعينه عينه على المركز الأول، ولكن تابع. وصل في هذه اللحظات سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي، واصل في هذه اللحظات، ولكن راهي 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 على الصدارة. الشامسي الشامسي الشامسي، هملول هملول يا اخوان، هملول هملول مع المركز الاول، غير الامور وانطلق مع المركز الاول. الله الله، ولكن راهي راهي مع المركز الثاني ومع ثاني التحديات في هذه اللحظات، ولكن هملول مع المركز الاول. مانع بن علي بن محمد الشامسي مع المركز الاول ومع صدارة هذا الشوط، ينطلق هملول. وهذا هو هملول مع الكيلومتر الأخير، مانع بن علي بن محمد بن حمد الشامسي على الصدارة على المركز الأول، ولكن إشهاب إشهاب فيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بالنايفة بالنايفة، يا سلام. ولكن تابع تابع هذا القدوم، تابع هذا الوصول. أول نداء الوصول من منبه لسعيد من مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر، ولكن اللي وصل في هذه اللحظات، الله يا مغامر، عبد الله بن صالح بن جابر العامري، ولكن الشامسي 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 منبه هملول منبه هملول، الله ومغامر مغامر ومنبه وهملول، الله 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 بقيادة الشامسي. الله يا الشامسي، مانع بن علي بن محمد الشامسي، هملول 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 هملول، شعار الشامسي هو البطل في هذا الشوط، هو البطل في هذا الشوط، ولكن منبه منبه هملول منبه هملول 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 هملول، مشكور يا الشامسي. مانع بن علي بن محمد الشامسي تهانينا، والناموس المركز الثاني منبه لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر، والمركز الثالث المركز الثالث كان مغامر لعبد الله بن صالح بن جابر العامري، والمركز الرابع المركز الرابع كان شعار سعيد بن جابر بن عبد الله بن محمد الحربي، والمركز الخامس المركز الخامس كان شهاب لفيصل بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. تهانينا والناموس، والتوقيت الزمني 9 دقائق 14 ثانية 42 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.